السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مساء صباح الخير عليكم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية سطات بلادي. كنحييكم مجددا سي محمد داكي. نفس الشيء، أجواء باردة، بغينا نعرفوا يعني المكان أو المدينة اللي كتواجدوا فيها. توفيق عياض وعليكم السلام. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في. سي محمد داكي، بدايه موسم فلاحي جيد بحول الله. ان شاء الله سي كمال المجدي، كاين الشتاء في مدينه وجده. الحمد لله. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صباح اليوم الثلاثاء. كنحييكم من عاصمه شاويه سطات بلادي سطات الولافه. كنقول لكم صباح الخير عليكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم فيه الاجواء كيف دايره من القلب ديال العاصمه ديال شاويه مدينه سطات. اجواء بارده توحي بتساقط الامطار. كنطلبوا من الله، الله ينفعنا والله الله يعطينا هذا الشتاء اللي كل كينتظرها بفارغ الصبر. سي توفيق العفو اخي، الكل كينتظر هاد تساقطات الامطار، يعني الكل كينتظر هاد تساقط الامطار اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى انه اللهم غيثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين يا رب. متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في، كنحييكم مجددا. كنقول لكم صباحكم مبروك، صباح الخير على الجميع، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج أرض المغرب. بعد قضاء الجميع هذه الأجواء ديال العطلة الصيفية اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى أنه الكل أنه يكون قضاها مع العائلة، مع الأصدقاء، مع الأحباب، مع الوليدات ديالكم. ما بقات الا ايام قليله واننا نودعوا هذا الفصل ديال الصيف ونستقبلوا واحد الفصل اخر، فصل اخر يعني بكل ما له من بكل ما له من من كلمه. سي احمد الرقيق، صباح النور اخي محمد. اجواء بارده، تحياتي لك سي احمد. سي احمد تحياتي لك، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء قناه شوف تي في اللي كنحييهم على التواصل والتفاعل. وكنقول لكم مجددا صباح الخير عليكم. سي جمال نفس الشيء، المتابعين المشاهدين الاوفياء اللي كيذكروا لنا انه نفس الشيء، يعني اجواء بارده. حنا كنتواجدوا بسطات، يعني لهم جزيل الشكر انهم يوضحوا لنا المدينه ديالهم. يعني نفس الشيء، نفس الشيء مثلا بتازه، نفس الشيء بجديده، نفس الشيء بتطوان. كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في وكنقول لكم صباحكم مبروك، بدايه يوم موفق، الله يسهل على الجميع. الناس اللي كيتوجهوا للعمل ديالهم كنقول لهم الله يوفقكم. الناس اللي انهم كيتابعونا من 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 جميع الاماكن كنقولوا لهم الله ييسر لكم الامور. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعني الشفاء العاجل لجميع المرضى، جميع المرضى اللي كيتواجدوا بالمصحات، اللي كيتواجدوا بالمستشفيات. كنطلبوا لهم الله سبحانه وتعالى الله يشافيهم يا رب، والرحمه والمغفره لجميع الاموات المسلمين. هذه مجمل الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية سطات بلادي سطات الولافة. كنحييكم مجددا وكنقول لكم بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء داخل المغرب وخارج أرض المغرب، بالخصوص تحية خالصة لمغاربة العالم، الناس ديال المهجر، الناس ديال الغربة اللي كنحييهم على التواصل وكنحييهم على التفاعل. هشام بودو، مرحبا خويا، مرحبا خويا هشام. كاين الخير، سبحان كاين الخير.
سي حبيب فضيل، تحياتي لك من مراكش، الاجواء هاد الصباح جميله ومعتدله. شكرا لك الاخ والصديق والمتابع الوفي لقناه شوف تي في سي حبيب فضيل من مدينه مراكش. كنحيوك سي هشام بودو، كاين غير الخير اخويا. كنحيوك على التواصل وكنحيوك على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. سي عبد الرحيم، سي عبد الرحيم صباح الخير من مدينه حيليقه، الجو ديال الشتاء. سي عبد الرحيم تحياتي لك اخويا من مدينه حيليقه. كنحيوك، كنحيو معك جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر اللي كننقلوا لكم الاجواء كيف دايره من القلب ديال العاصمه ديال الشاويه مدينه سطات. هشام بودو الشا، فين كاين اخويا الشا؟ سي هشام صباح الخير، صباح الخير عليك اخويا هشام، تحياتي لك سي هشام بودو. بغينا نعرفوا فين كاين الشا خويا هشام. هنا كاين اجواء ديال الشا، اجواء غائمه، اجواء بارده من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. اللي كنحيوكم مجددا على التواصل. سي عبد الاله، سي عبد الاله سي الدين صباح الخير من ناظور، الجو بارد الحمد لله، شكرا لك. سي هشام بودو قول لنا اش كاين. سي هشام كاين غير الخير، هذه جوله صباحيه، هذه جوله صباحيه اخي، كنفيقوا مع الصباح، كنتواصلوا مع الاخوان، مع المتابعين، مع المشاهدين ديالنا الاوفياء اللي كنعتبروهم يعني اسره واحده، ضابط الحياه. صباح الخير من تيزنيت، الله يكبر بك، شكرا اخي، شكرا لك اخي. كيف ما ذكرنا لك سي هشام بودو، هذه جوله صباحيه، كيف ما كنفيقوا كنقولوا صباح الخير للاخوان ديالنا المتابعين. الجلالي، الجلالي الجلالي سلام عليكم، صباح الخير في سيد العيدي، مرحبا بكم جماعه سيد العيدي، شكرا لك. سي هشام بودو انت عندك مخالفه، شنو هي المخالفه خويا هشام بودو؟ مرحبا، الله يبعد علينا المخالفات اخويا هشام، الله يبعد علينا المخالفات، الله يبعد علينا المخالفات اخويا هشام. كنحيوك على التواصل ديالك وكنحيوك على التفاعل ديالك، وكنشكركم، كنشكركم على التواصل ديالكم، كنشكركم على الاهتمام، كنشكركم على التوضيحات، كنشكركم على التقييم ديالكم، كنشكركم على الانتقادات ديالكم اللي هي في جميع الاحوال انتقادات بناءه. سعيد سعيد صباح الخير، توفيق صباح الخير، توفيق عياد صباح الخير اخويا، صباح الخير، صباح البركه والتيسير، صباح الورد والياسمين لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في. صباح جميل للناس الجميلين، الناس الطيبين اللي كنحيوهم على التواصل وكنحيوهم على التفاعل. صيق وداوي في التليفون، ايوا خويا ما داويش في التليفون، انا ما كنتكلمش في التليفون، ما كنتكلمش في التليفون اخويا. وكنشكروك على التوضيح، كنشكروك على التوضيح، كنشكروك على التوضيح، وكنشكروك على الملاحظه ديالك اللي في المحل ديالها. وهذه اشاره يعني الناس اللي كيسوقوا السيارات ديالهم خصهم يتجنبوا انهم يتكلموا في الهاتف، وهذه في حد ذاتها مخالفه. حنا السي هشام بودو ما كنتكلموش في الهاتف، كنتواصلوا معكم على المباشر، كنتواصلوا معكم على المباشر، وكنحييوك، كنحييوك على التواصل ديالك. سفيان الفيلالي صباح النور، الاهل الخير، مدينه الصويره، الصويره مدينه جميله، مدينه سياحيه والاجواء فيها بارده، الاجواء فيها بارده. كنحيوكم على التواصل وكنحيوكم على التفاعل. خلعتيني اخويا هشام، قلتي لي عندك مخالفه، كيسحب لي انه دايرين شي مخالفه بمعنى الكلمه، ولكن رحنا صايدين وما كنتكلموش في الهاتف، رحنا على المباشر، على المباشر اخي، على المباشر اخي. كنحيوك على القوه ديال الملاحظه ديالك، كنحيوك على التوضيح ديالك، وكنشكركم، كنشكروا جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء. سي هشام بودو الله يحفظك، كنعرف شوف تي في، شكرا لك، شكرا لك سي هشام بودو، تحياتي لك. سي حميد صباح النور خويا، الله ينورك، من منين؟ من اكادير، تحياتي لك اخويا، وتحياتنا للناس ديال اكادير
اللي كنحيوهم وكنقولوا لهم صباحكم مبروك، صباح الخير والبركه والتيسير للجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تيفي. هذه جوله صباحيه، دردشه صباحيه مع الاهل الاصدقاء المتابعين المشاهدين الاوفياء، اللي كيف ما كنفيقوا مع الصباح كنقولوا لهم صباح الخير عليكم، لاننا كنعتبروا انفسنا اسره واحده. كيف ما كنتكلموا يعني كنقولوا صباح الخير المتابعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تيفي، الاسره ديالنا اللي كنتواصلوا معاهم على المباشر، اللي كنتواصلوا معاهم على المباشر. في هشام بودو سلم على مرحبا خويا، مرحبا، الله يحفظوا لينا والله ينصروا، الله ينصر لينا رمز البلاد، الله ينصر لينا رمز البلاد جلاله الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، والله يشافيه والله يحفظوا لينا. الله يحفظوا لنا السي هشام بودو، كنحييك اخويا، كنحييك اخويا، امين اخويا، امين امين، نطلبوا ليه الشفاء العاجل لسيدنا الله ينصرو رمز البلاد، اللي كنحييوه وكنحييو معاك جميع المتابعين الاوفياء لقناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. سفيان الفيلالي تحياتي لك وشكرا على المباشر الصباحي. العفو اخي ملك المداني، صباح النور اختي المتتبعة الوفية لقناة شوف تيفي من مدينة الدار البيضاء، كنحيوك. سي هشام بودو انا راه من العيون، مرحبا خويا، مرحبا سي هشام بودو من العيون، ومرحبا بالناس ديال العيون من الاقاليم الجنوبية الصحراوية اللي كنحيوهم، ومن الصحراء المغربية. وكنشكرك سي هشام بودو على التواصل ديالك، وكنشكرك على التفاعل ديالك، وكنشكرك على التوضيحات ديالك اللي هي في الغالب يعني التوضيحات في المحل ديالها. الله يكبر بك اخويا هشام، تحياتي لك. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي، كنحييكم وكنقول لكم صباحكم مبروك، بدايه يوم موفق. الناس اللي غادي للعمل ديالهم الله يسهل عليهم، الناس اللي هما في حميد اكادير صباح اليوم الحراره، شكرا لك سي هشام بودو تحياتي. الناس اللي كيتوجهوا للعمل ديالهم كنقول لهم الله يسهل عليكم، الله ييسر لكم الامور ديالكم. الناس اللي غاديين متجهين لاماكن اخرى صيدين كنقول لهم طريق السلامه، ردوا البال شويه، راه الطريق راه عامره مع هذا الصيف، وكاين واحد الازدحام على مستوى ديال الطرقات وعلى مستوى يعني ديال الطرقات، خصهم يردوا البال شويه، خصهم يردوا البال شويه. الله يحفظ الجميع، الله يحفظ جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء، الله يحفظ المغاربه فين ما كانوا، الله يحفظ المغاربه فين ما كانوا. شكرا لك سي توفيق عيار ملك المداني، شكرا. العفو اختي، تحياتي لك الاخت ملك المداني من مدينه الدار البيضاء، كنحيوك المتابعه المشاهده الوفيه لقناه شوف تيفي اللي كتابعنا باستمرار يعني صبيحه كل يوم. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، من خلال هذه الجوله من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه. كنحييكم على التواصل، كنحييكم على التفاعل. الناس مساكن خدامين الله يسهل عليهم، الله يعاونهم، اللي فيق في الصباح بكري الله ييسر ليه الامور ديالو، الله ييسر ليه الامور ديالو يا رب. هذه المحطه ديال القطار، المحطه ديال القطار يعني كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الاوفياء كاين العديد من الناس لانهم كيستعدوا للتوجه لبعض المناطق اللي كنحييهم على التواصل والتفاعل، وكنقول لهم طريق السلامه، طريق السلامه، طريق السلامه، الله ييسر الامور للجميع يعني طريق السلامه، طريق السلامه للجميع، طريق السلامه للجميع. كنحيوكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. سي هشام اجواء زوينه والله في المغرب كامل، والحمد لله، الحمد لله خويا. ليلى صباح النور من كازا، صباح الخير، صباح البركه والتيسير للجميع، الجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء اللي كنحيوهم على التواصل، كنحيوهم على التفاعل مجددا، وكنقول لهم الهري يخطيكم علينا، الله يحفظكم، الله يحفظ جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر اللي كننقل لكم الاجواء كيف دايره من عاصمه الشاويه سطات بلادي سطات الولافه. كانت هذه مجرد دردشه صباحيه، جوله
صباحيه كنتمناو انه يعني نقلوا لكم الاجواء، نكونوا معكم على تواصل من خلال هذا اليوم 24 ساعه على 24 ساعه. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء. سي هشام بودو شكرا لك من مدينه العيون. مدينه العيون حاضره الصحراء المغربيه، مدينه العيون الجميله والناس الجميلين اللي كنحييهم على التواصل وكنحييهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، من خلال هذا البث المباشر. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء، يعني اجواء جميله، شوارع فارغه رغم يعني بدايه هذا الصباح، يعني الناس يعني كاين اللي كيتوجه للعمل ديالو، كاين اللي كيتوجه للسفر، كاين اللي باقي في يعني في الاماكن ديالهم. فيما كانوا المتابعين المشاهدين الاوفياء قناه شوف تي في، كنحييوهم وكنقول لهم صباحكم مبروك. كنتوا معنا متابعينا مشاهدينا الاوفياء في هذه الجوله، في هذه الجوله يعني في هذه الجوله الصباحيه، هذه الدردشه الصباحيه. سي محمد صباح الخير، اللهم ارحمنا امين اخويا، خصوصا خصوصا مع هذا يعني خصوصا مع هذا العام اللي فات، كانت شويه الجفاف، كانت الحقينه ديال السدود فرغات من المياه. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني تكون تباشير وتكون البدايه ديال واحد واحد الفصل، واحد اليوم اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه اللهم ارحمنا، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين يا رب. شكرا لك، شكرا لك سي هشام بوردو. الاسم محمد، محمد من مدينه سطات كنحيوك. أم سارية آية جماعي، الحمد لله الشتاء زوينة، صبات مع الفجر. أنا كنحب مدينتي سطات الولافة، تحياتي لك أخي الصحابي، جزاك الله خيرا على العمل النبيل الذي تقوم به، حفظك الله من كل سوء. أمينة أختي، أمينة أم سارة، الله يحفظك أختي، الله يكبر بك، والله يحفظك والله يكبر بك. حفيد، حفيد صباح النور أخويا والياسمين، تحياتي لكم فم الجمعة. أزيلال، كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر اللي كننقلوا لكم فيه الاجواء من قلب مدينه سطات، عاصمه الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه. شكرا لك سي هشام بودو، تحياتي لك اخويا من مدينه العيون حاضره الصحراء المغربيه. كنحيوك كنحيوك كنحيو معك جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء. ما بقلنا الا اننا نودعكم متابعينا المشاهدين الاوفياء على امل لقاء بكم، ما سخيناش بكم، كانت مجرد جوله صباحيه دردشه مع الاصدقاء مع الاحباب. شكرا، شكرا لك، شكرا لك مع الاحباب مع الاصدقاء. كنحيوكم على التواصل، كنحيوكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. كنقول لكم بدايه يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء اللي كنحيوكم صراحه على التواصل على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. هذه هي مجمل اجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. كنقول لكم صباحكم مبروك مجددا. سي عطيف من مدريد، من مدريد من اسبانيا، كنحيوك وكنحيو معك جميع المغاربه، المغاربه العالم، المهاجرين المغاربه، الناس اللي كنحيوهم على التواصل والتفاعل، الناس اللي كنعتزوا بهم وكنفتخروا بهم، تحياتنا لهم داخل المغرب وخارج ارض المغرب. مجددا كنحيوكم على التواصل والتفاعل وكنقول لكم صباحكم مبروك. علاش شوف تي في؟ شوف تي في سي هشام كاينه في العالم كامل، كاينه في العالم كامل، وكنحيوك على المراحله ديالك وكنحيوك على التواصل ديالك. ان شاء الله ان شاء الله يعني راك تغطي التراب ديال المملكه كامل وخارج المملكه. كنشكروك على الملاحظه وكنشكروك على التواصل، وحنا نجيو لعندك سي هشام، حنا نجيو لعندك لمدينه العيون، كنحيوك على التواصل وكنحيوك على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. سي عطيف تحياتي لك اخويا، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء. ما بقلنا الا اننا نودعكم على امل لقاء بكم، دمتم في رعايه الرحمن، والى اللقاء في بث مباشر اخر.